ندور على ضحية جديدة من ضحايا كريزي تاكسي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باشا اقفل يا باشا الباب يا باشا. أنا مين في المهندسين إن شاء الله؟ شارع البطل عبد العزيز. البطل أحمد؟ إيه كانت أحلى أيام والله. البطل أحمد عبد العزيز كان صاحبي في الجيش. كان صاحبي. صاحب عصره؟ حضرت ثورة 37. 37؟ كم سنة أنت؟ أنا عندي 36. 36 ازاي 36 وعصرت عبد العزيز؟ ما عبد العزيز 36 وهو كان في ثورة 37. 37؟ احنا سنة كام دلوقتي؟ احنا في 2020. كام؟ 2030. لو غيرت ال انت عايش فين؟ انا عايش في شارع ال 20. طب انت هتعرف تودينا؟ طيب انت عندك خلص الزمن. لا انا ولما يجي يخش شمال ولا مين معاك ولا من الاشارات تحت الاشارات عند مش شغاله. الاشارات دي؟ طلعيها من الشمال. انا في سنه 34 اياميها كان لسه الاستاذ. طب اسوقلك انا طيب؟ لا يا حبيبي اسوقلك. طيب لا عادي عادي. انا عندي رامي حفيدي. واد رامي ده واد عسل حفيدك. واد سمكان عربيات هيعجبك حاجه كده يعني. بسم الله ما شاء الله يعني. ها الاخر يعني الله ينور عليكي. تعرف الاستاذ علي عبد الهادي؟ علي عبد الهادي؟ وزير المواصلات. علي عبد الهادي ده كان دفعتي برضه. انا كان دفعتي انا والاستاذ والبطل احمد عبد العزيز. البطل احمد عبد العزيز. انا كان حبيبي سعد زغلول برضه. لا سعد ده كان موال تاني. لا ده انت عجوز بقى. طبعا انت عجوز بقى. انت عجوز تعرف سعد انت. نفسي تبطل. سعد كان حبيبي. طريقك شويه. سعد كان حبيبي. سعد كنت اقول له يا سعد. يقول لي يا سعد. اقول له يا سعد ما تبصلهاش من تحت. دايما سعد بص لها بالظبط عليك. اقول له يا سعد بص لها من فوق. تقول لي ولا تشغل التكييف يا عم؟ ما هو مش شغال عندي. ليه؟ مش شغال يا عم. عمال تهرش وعمال تقول لنا في كلام مقلوش. ايه يا بنتي مالك؟ عمال تجيب الاخر في قدام وقدام في الاخر. انت يا بنتي عيب. انا قد جدك عيب. انا انت قد جدي؟ عيب يعني لازم يبقى في شيء كده من الاحترام يعني. والله. ايوه. خد معاك يا باشا. معلش انا اسف. حد الله. ايه ده يا نهار ايه يا عم شكشك؟ يا حبيبي يا عم انت نهار ايه؟ داخل كده عادي. لا مؤاخذه معلش. انت راكبين مع الراجل ده؟ والله العظيم يا جدعان الراجل ده هيتعبكم. حكى لكم على مروان و73 من ثوره 19 وسات. يا عم نزلنا يا عم. انا انت عارفك انا انت ما انت انا اللي عامل لي يهودي انت. والله انت عامل لي اسرائيلي. انت ممكن تسرع شويه عشان انت بطيء. يا بنتي انا بقالي 95 سنه شغال في المنطقه. انت لسه من شويه بتقول 20 سنه دلوقتي 69 سنه؟ يا بنتي 69. انت مش حلوه يا سلام. انت انا عرفتك. انت احمد مصر انت. مين؟ انت احمد مصر انت صح؟ ده ابن خالتي احمد مصر. ايوه انت احمد مصر. وانا نانسي عجرم. عم شكشك احنا امتى هنوصل؟ يا بنتي بالعجل الندامه وفي التاني السلام. عيب افهم انت لسه صغيره انت. دي 75 سنة صغيرة برضه. 75 ما شاء الله عليها يعني باينة. هتوصلنا بسرعة ولا هتفضل ترغي كتير؟ انت عيب ما تقليش أدبك عليا. طب يلا عايزين ننجز. لا ما تقليش أدبك عليا يعني الجو حلو. لا ما تقليش أدبك عليا. انا راجل قد كده كده. انت يا بنت عايزة انت مني. لا ما تديني على مين أحسن بقى. ما صغيرة ولا ايه؟ طب ما تخلص. ولو كان مربيكي. عم علي انت مش مربيها. بقول لك ايه يا عم علي؟ اما تتباع على واحد انت هو. خلاص بقى عشان اوعى ايدك دي. انت قلت الادب وانت اصلا مش عارف تسوق ولا عارف تتكلم ولا عارف اي حاجه وعمال تعمل علينا شغل واي حاجه وخلاص. انا قد جدك عيب يا عم علي. ما يصيرش هذا. طب يلا خلاص ما يصيرش هذا حكي. يا اخي انت راجل يا اخي بارد يا اخي انت. طب بقول لك ايه بقى انزلي. هات يا اخي الفلوس الاخرى بتاعتك. انزلي وريني بقى نفسك بقى. اسمحوا لنا نزهق الحلقه. طبيب جراح قلوب الناس ثانوية. ف
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا حاج؟ الحمد لله يا حاج، كله زي الفل. فين في الدق ان شاء الله؟ ان شاء الله شارع مصدق. حبيبي صدق ولا مكذب عادي؟ عامل ايه يا حاج؟ كله زي الفل الحمد لله. انت مالك معفر لك كده يا حاج؟ بدل في نفسك لك كده؟ أما معفر ايه ومبهدل ايه؟ بس نعمل ايه بقى شقة؟ لا بس ما كنتش معفر نفسك كده، انت كنت شغال في ايه؟ في العمالة في الدنيا. عاصمة الإدارية ولا شغال في ايه ولا جاي منين؟ عاصمة إدارية يا عم. ما انت شغال في ايه انت؟ أنا بس عايزك تخلي معاك المواصل الإشارات دي. بتاع ايه دول؟ خليهم عشان أنا الإشارات عندي مش شغالة. أول ما يبقى في مطب ولا حاجة ايه تطلع المطب الصناعي. أول ما يبقى في دخل يمين تطلع الإشارة اليمين. الله. أول ما في دخل شمال تطلع الإشارة اليمين برضه. ماشي؟ تعبان ولا ايه؟ ايه دنيا انت مالك كده؟ بسم الله ما شاء الله. انا ضيف هنا يا حاج. شغال ايه؟ غني؟ ايوه. انا شغال كهربائي. كهربائي بسم الله ما شاء الله، باين عليه. ايه باين عليه ايه؟ بسم الله ما شاء الله، مدلدل كده من كل حته. انت هتقولي ادبك ولا ايه؟ لا يا اخي مش عايز ادب والله، دردشه عادي يعني يا جدع. مالك انت يا اخي؟ عيب قد ابوك اهي. ما انا عارف والله، انا عشان كده محترمك. منين سنة ادب وكده وكده؟ عشان كده محترمك والله. ياااااه عم الحاج، انت شارب حاجه ولا ايه؟ يا ابني مالك يا ابني، نركز في الطنيه. بتطلع الاشاره يا ابني؟ بتطلع الاشاره. طلع الاشاره اخش. طب انت دخلك ولا ايه؟ ولا في ايه بالظبط؟ ولا انت حط بس طلع الاشاره يا اخي. طلع اشاره تانيه. طلع اسمها ايه؟ طلع يمين. طيب ايه؟ طلع كوفه. طلع اشاره اليمين. اشاره اليمين. ايوه طلع اشاره اليمين. اليمين اهي. طلع ايوه. هو معانا ده مركب معانا ده؟ ركبوا معانا. انت معاك يا باشا لحد اخر الشارع. ايه ده؟ يا دي النيله عم شكشك يا عم، انت مفيش غيرك ولا ايه؟ يا عم الواد ده انا عارفه. يا عم انت مفيش غيرك في المنطقه. انا عارفك يا لان. بقول لك ايه، خلي بالك الراجل ده انا راكب معاه، مراتي كانت بتولد دلوقتي ابني في خمسه ابتدائي، انزل عشان خاطره مش هوصلك يا عم. يا عم ده انت راجل مؤذي. استنى تعالى. لا لا يا راجل انت يا عم ادفع الاجره. استنى بس انا رايح ادق ايه؟ مني يا راجل يا جدع. استنى رايح ادق ايه يا راجل؟ طب استنى اوصلك. بقول لك ايه؟ طب خليك بس اوصلك. توديني فين؟ اوديك الدق. توديني فين؟ تقول ده مش المجانين ولا توديني عباسيه؟ توديني فين انت؟ لا اوديك الدق اهي. بقى ساعه ماشي بينا وتلف بينا فين؟ انت غريب؟ يا لا الله عشان غريب جاي من كفر الشيخ. عشان غريب؟ شايف؟ مش قد الواد ايه؟ الواد دي لا طويل كفر. شوف شوف ما انت باين عليك اصلا مش طبيعي. باين عليك مش طبيعي. بقول لك ايه؟ مش لاقي عليك مش طبيعي. بقول لك تعالى كده هاتك نزيع اول ولا منزيع؟ لا زيع.